السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعانا النهاردة فيديو جديد بطريقة جديدة إن شاء الله ومجربة وليها تأثير كبير قوي قوي وممتاز وسريع. وطبعا يعني في ناس كتير جدا جربوها وأثبتت فعاليتها وكده، عشان كده احنا النهاردة جايبين لكم الطريقة دي، وتعتبر طريقة مضمونة ومجربة وممتازة وقريبة لتبييض الأسنان. طبعا اللي عاوز يظهر بأسنان بيضة وبراق يعني خليه معانا في الفيديو ده ونشوف الطريقة ازاي وايه المكونات وكده. يلا. وهنا معانا هنشوف هنشوف هنا المكونات موجودة عند كل واحد وكل واحدة في البيت. طبعا معجون الأسنان، أي نوع معجون أسنان أنت أو أنت بتستعمليه، وفرش الأسنان بتاعتك، وقطعة ليمون صغيرة مش شرط نص يعني، ورشة ملح بسيطة كده خفيفة. خليها على جنب هنا، هنشوف هنعمل ازاي. المكونات دي طبعا موجودة في كل بيت عند كل الناس، الطريقة سهلة جدا وتعملها في المنزل عندك في ثواني. بتحط الكمية اللي انت بتستعملها او اللي انت بتستعمليها في الفرشة، تحطيها في الطبقة كده يعني، و هنرش عليها يعني سنة ملح خفيفة كده، رشة خفيفة بس يعني كفاية كده، والليمونة مش بنعصر ليمونة يعني، بنعمل حاجة صغيرة قوي يعني نقطتين ثلاثة كده أو 4 نقط ليمون اهو كده، رشة خفيفة بس ومعظم الليمون ايه. وندعك المعجون ده مع حبة رشة الملح الخفيفة مع الليمون، أو يعني عصرة ليمون خفيفة كده حوالي 4 نقط مع سنة الملح، وتعمليها أو تعملها هتديك تأثير، وتعمل بالمعجون ده اللي انت عملته تعملي بيه سنانك بالطريقة المعتادة في البيت. بالطريقة دي هتشوفي فرق شاسع جدا جدا في بياض الأسنان، ونتيجة مبهرة وغير متوقعة وحاجة خيالية مش هتصدقيها أو تصدقها. وطبعا الطريقة دي بتستعمل مرتين مثلا في الأسبوع، لو أنت أو أنت بتستعمل فرشة الأسنان كل يوم مثلا استعملها عادي عادي، بس الطريقة دي ما تعملهاش كل يوم يعني مرتين في الأسبوع. بتحط كمية المعجون اللي انت بتستعملها في فرشة عادي مع سنة ملح مع نقطتين ثلاثة أربعة كده ليمون، وتاخد التركيبة دي وتفرش بيها أسنانك أو تفرش بيها أسنانك، وتفرجوا بقى على النتيجة والإبهار، ويا رب إن شاء الله تعجبكم وهي تعجبكم وتشوفوا التأثير السحري ليها. ومستنين طبعا تعليقاتكم والكومنت توضحوا فيها تأثيرها عندكم ايه، وان شاء الله هي تأثير ايجابي ان شاء الله، وكله هيفرح بالطريقة دي. وما تنسوش لايك وشير للفيديو، دعمونا بالقناة واشتركوا بالقناة عشان تلاقوا باستمرار حاجات ايه جديدة وكويسة. ونتمنى التوفيق للجميع يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.